العمل على حماية مركب الحجار بمخطط خاص لتطوير وسائله الإنتاجية بهدف تعزيز صناعة الحديد والصلب من بين أهم الوعود التي قدمها ميهوبي خلال تجمعه الشعبي بولاية عنابة في حال انتخابه رئيسا للبلاد. في حالة منحنا الثقة سنعمل على حماية هذا المركب، حماية العمال، ولكن أكثر من هذا حماية العمال. ما تجيش هكذا فقط بأنك تضخ دائما أموال في هذا المركب، ولكن بضرورة وضع مخطط لتطوير وسائل الإنتاج فيه، وأنه نعمل على أن يصل إلى السقف الذي حدده أكثر من 1,200,000 طن. ميهوبي التزم كذلك بالعمل على تطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة من خلال القضاء نهائيا على مشكل مياه السقي بإعادة بعث مشروع سدي العلماء وشطيبي. الاهتمام بالجانب السقي، الماء اللي هو يعني يقلق الناس الفلاحين اللي هنا، فيه بعض المشاريع، فيه عندنا سدين، كاين عندنا سد العلمة، ماشي العلمة تاع سطيف ولكن العلمة تاع النبا، سد العلمة وسد تاع شطايبي. هذه كانت تمت الدراسات، تمت الأمور. هذو أيضا يمكن احنا نعيد بعث من جديد هذه السدود، ولكن الاهتمام أكثر بالحواجز المائية. ميهوبي وعد بالإبقاء على البعد الاجتماعي للدولة، ومن جهة أخرى التزم بتحويل قلب المدينة العتيقة إلى فضاء مفتوح للسياحة.